عند نقابة الصحفيين؟ نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين اللي هي عبارة عن احتجاج الزملاء على السلم واحتجاج في الدور الرابع. لا يعني هو طبعا أمر طبيعي جدا أن تنفر كل جماعة مهنية للدفاع عن أعضائها بكافة السبل والوسائل، لكن الأساس في نقابة الصحفيين أنه مجلس نقابة الصحفيين يجب أن يضغط بكافة الوسائل، وأولها فيما أتصور أن يعلن المجلس نفسه اعتصامه في مبنى نقابة الصحفيين لحين الإفراج عن كافة الزملاء، سواء منهم من كان عضوا مقيدا في نقابة الصحفيين أو من لم يكن كذلك. طب تعقيب حضرتك أساسا على مبدأ اعتقال الصحفيين أو الإعلاميين، بتعتبر حضرتك ده إيه وتعقيب حضرتك؟ يعني أولا يعني فكرة الاعتقال عموما، لأنه الصحفيين ليس على رأسهم ريشة، اللي صحفيين أو غير الصحفيين، مبدأ الاعتقال أو الإحالة للنيابة العسكرية بالنسبة لأي مواطن مصري مرفوض رفضا باتا، لأن المدنيين لا يجب أن يحالوا إلى محاكم عسكرية، ويجب أن يحقق معهم أو يجري التقاضي معهم أمام قاضيهم الطبيعي الذي هو القضاء المدني. يعني من حيث المبدأ أنا ضد الإحالات للمحاكم العسكرية. من حيث المبدأ أنا شايف أنه العنصر الجوهري في الموضوع هو حوادث القتل والدم، وانا لا افرق في ذلك بين يعني الشهداء من العسكريين او من المدنيين من اهالي العباسيه او من خارجها، لم نجد الى الان الجناة. ففيه في معنى من اثنين، اما ان يكون المجلس العسكري يعني متواطئ مع الجناة ولذلك لا يريد التسريع في حملة اعتقالهم او تقديمهم لمحاكمات عادله، او ان يكون نفسه هو الجاني. وده يا دكتور ما يديناش مؤشر ان احنا لازم نعدل القانون ونحمي الصحافة ونحمي حرية الصحافة في مصر؟ طبعا يعني من قالنا 20 سنة على الأقل طلبات الصحفيين ثابتة، اللي هي 3 حاجات: 1 تحرير إصدار الصحف من القيود، 2 قانون عقوبات خال من الحبس في قضايا النشر، في 25 مادة في قانون العقوبات متصلة بقضايا النشر توجب الحبس وسواه من القوانين كقانون المخابرات وغيره. 3 قانون لتداول المعلومات، قانون لإتاحة المعلومات. يعني إيه قانون لإتاحة المعلومات؟ يعني قانون يلزم الجهات الرسمية بإتاحة المعلومات للصحفيين، ولدى امتناعها بيحبسها هي، مش بيحبس الصحفيين. يعني 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 فهي دي 3 عناصر الأساسية في أي نظام تشريعي ثابت لحرية الصحافة. إنما الصحافة بتمارس الآن بطريقة عرفية، يعني حرية عرفية، أنا أسمح لك أو أقيد في أي وقت. هذا الكلام لو لم يتحرك الصحفيين المصريين بروح اللحظة، روح اللحظة اللي هي الإضراب والاعتصام والتظاهر، مش توجيه البيانات والنداءات وإلى آخره، طبعا السلمي يعني محدش قال، لأنه ما فيش حاجة اسمها إنه الحق يضاد بعضه بعضه. في حقوق اسمها التظاهر والإضراب والاعتصام، وفي حقوق أيضا اسمها حماية المنشآت العامة، محدش قال إنه إن تبقى فوضى. ده هو وظيفته ويجبه أن يحمي المنشآت العامة، وحماية المنشآت العامة لا تتطلب إسالة دم. يعني بتحصل في كل الدنيا خروقات من هذا النوع. يعني لسه من شهر كلام المتظاهرين الإيطاليين كانوا قدام وزارة الدفاع، اقتحموا مبنى من بني وزارة الدفاع. احنا هنا بنخلق مشكلات. اولا ده مجرد مبنى اداري مش منشاه عسكريه، ده مجرد مبنى اداري، ده بجانب 600 متر على الاقل. يعني يعني احنا بنخلق اوهام. مفيش، لا هو من حقه يفض اعتصام اذا كذا يفض، انما كل فض الاعتصام معناه قتل الناس؟ لا، ده مش فض الاعتصام والقبض على الصحفيين وتجريده واعلان المش يحصلش الكلام ده. ده حتى لما بيحصل احتجاز لفرد اثناء فض الاعتصام بيبقى لمده 30 ثانية، القصد يعني جزء من عمليه الفض، مش ورايح نيابه عسكريه ورايح مش عارف ايه. والنيابه العسكريه ايه؟ النيابه العسكريه ولا القضاء العسكري ليس قضاء اصلا، ده مش قضاء، ده قضاء خاص بالعسكريين في جهاز قايم على فكره الانضباط، انما ليس قضاء أن تكفل امامه ضمانات الدفاع او التقاضي الحر او كذا. انما ايه التهمه؟ التهمه ان انا متواجد في منطقه عسكريه. لا، هي مش منطقه عسكريه، هي مش منطقه عسكريه. لا، لو هي منطقه عسكريه زي الاتوبيسات بتعدي فيها كل يوم، يعني ازاي؟ يعني زي منطقه عسكريه، يعني يعني مش منطقه عسكريه طبعا. تمام، بس هم بيعتبروها رمز للمنطقه. لا، الرمز ده انا ما عنديش فرق بين مقر وزاره الدفاع ومقر وزاره الشؤون الاجتماعيه، ده منشاه عامه ودي منشاه عامه.
ما فيش حاجه اسمها رمز. رمز ايه بالظبط يعني؟ يعني ما فيش حاجه اسمها رمز. رمز ايه لوزاره الدفاع؟ انها مثلا دي اصل دي مش قاعده عسكريه، مش مطار عسكري، مش كذا، ده مبنى اداري في موظفين يعني مش اكتر يعني.